السلام عليكم، حياكم الله. اليوم انتهيت من مشروع حقيقة هو صغير في حجمه لكن كبير في إمكانياته، وسوينا فيه أشياء أول مرة نستخدمها. احنا الآن في غرفة ملحق لأحد العملاء، ملحق الأبناء الله يحفظهم ويخليهم له، فمسوي لهم مثل الركن القهوة أو طبيخ صغير. الأول تحدي كان أنهم كانوا يبغون الدولاب يكون مسكر بالشكل هذا، وأنه لما ينفتح الباب يكون داخل جوا. هذه التحدي الأول. التحدي كان إنه ما لقينا الأسوار هذه باع في السعودية، اللي موجود فقط عشان الخزائن الصغيرة، لكن باب بهالحجم هذا اضطرينا نجيب الأكسسوار. لو تشوفونه هنا، هذا الأكسسوار جبناه من بريطانيا خصيصا لأنه يتحمل الأبواب الكبيرة، وهو مخصص لهذا الأشياء. داخليا عبارة عن جزئين، اللي هو هنا وحدات أدرج بوش تو أوبن مع سوفت كلوز، اللي هي حجمها كبير وصغير، طبعا من شركة بلوم اللي مساوية. ميزتها انها طبعا زي ما قلت لكم بوش تو أوبن وسوفت كلوز او نظام الشفط. وايضا هنا سوينا الحوض هذا اللي هو كنت دائما نحطه احنا تحت المغسلة، بحيث ان المغسلة تسقط هنا. طبعا المغسلة لازم تكون صغيرة، وهي اصلا لازم تكون صغيرة لان المكان اصلا صغير، فهم يستغلون المنطقة يمينها ويسارها وأمامها، وهي تكون يعني خاصة فيها. هنا بيكون عندنا مكان للثلاجة، وبعدين بيركب سطح، وفوق السطح طبعا بيكون فيه فتحة المغسلة وفتحة للفرن، وعندنا الرفين هذه يعني ممكن يوضع فيها ديكورات أو أشياء بسيطة للاحتياجات إذا ما كفت المنطقة هنا. زي ما قلت لكم هو صغير، لكن حقيقة بس كان أكبر تحدي انه البيبان هذه كيف نقدر نسويها. الحمد لله يعني قدرنا نسويها. اذا نغلق ما راح تشوف اي شيء.